شو أهم توقعات الفلك لمواليد العذراء بالأسبوع الثاني من شهر أيار مايو 2021؟ عزيزي العذراء، ابتداء من أول الأسبوع الثاني يمكن تقدر أنك تحقق حلم معين، وبتتلقى وعد من بعض الجهات أو جواب إيجابي على سؤال لإلك. بس بدي قلك، حاول تنجز أعمالك قبل يوم 12، لأنه ميركور بيبلش يتراجع ويعاكس برجك. ميركور يلي بيعاكس برجك بتاريخ 10 مش لحاله، لأنه كمان لح ينضم لإله كوكب جوبيتر يوم الجمعة 14، وبتشعر بهالشيء ابتداء من الخميس 13. بده يدخل إلى مواجهة برجك ويشكل لك بعض المتاعب مع فئات مواجهة لإلك، أو زوجية مع زوج أو صديق لإلك كتير مهم، أو شريك بالمهنة. رغم هالشي، وقبل ما نوصل ل14، بتشعر بالغبطة وبترتفع المعنويات بين يوم 12 ويوم 3-11. حتى لو عاكسك ميركور وبلش يخلق لك متاعب، إلا أنه في حدث بيخلي معنوياتك ترتفع بهاليومين المناسبين جدا بسبب وجود القمر بموقع مناسب لإلك. يمكن تفرح بعلاقة شخصية بهاليومين، أو بتطور على صعيد بعض المواعيد يلي انتظرتها. يعني يمكن يحدد لك موعد بعد طول انتظار بين 12 و 3-11. الفلك بيطلب منك عزيزي العذراء، رغم هالشي، التأني والتكتم الشديد والابتعاد عن المواجهات بين يوم الخميس 13 والجمعة 14. خليك رايق جدا بهاليومين، وما تحاول انك تفرض وجهة نظرك، خاصة اذا صار في اجتماع معين. تكثر النقاشات بهالفترة المالية والعاطفية، و اللقاءات خاصة بين يوم الخميس 13 والأحد 16. نعم، هيدي فترة كتير مهمة لإلك، بتكون فيها الأجواء كتير أساسية وبيدعمك، والمهم أنك تبقى واقعي وما تروح بالأوهام بعيد بهالأثناء. هيدي فترة تغييرية من 13-16، مثل ما قلت لك في مواجهة يمكن بهالفترة، والأفضل إنك ما تسافر وتتأنى وتضلك مكانك وما تقدم على أي تغيير. هلأ كوكب مارس بهالوقت رح يدعمك ويسجل نقاط لصالحك، وهالشي ابتداء من يوم السبت 15 ولحديت الأسبوع الثالث، بقول لك أمتين بالأسبوع الثالث. يعني في تناقضات بذات اليوم، بيكون في شيء بيعجبك وشيء بيكون ضدك، أمور بتكون لمصلحتك وبتطرأ أمور تانية بتزعجك قليلا. هيدا أسبوع كتير مربك بالإجمال، بيحمل يمكن تنفيذ لبعض الرغبات وإربكات من جهة تانية.